بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نشهد أن لا السحابة ويا من كلم موسى كلاما ثم ألهمه الخطاب ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا من خص أحمد واصطفاه وعلمه الرسالة والكتابة لك الفضل المبين على نشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم للرسول الله ملتمس ضربا من البحر أو رشفا من الديان. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي أعلى عليين. السادة الحضور، طبتم وطاب عنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه اللحظات الطيبة التي اجتمعنا فيها من أجل القرآن، من أجل كتاب رب العالمين، تلبية من الأستاذ محمد حسن أبو المجد عبد الرحيم Amen.
والوضع يتبع
حنانة والمنانة اللي تمن عليه شايف الشاشة دي يا ده شايف اي مره حدايه ده لقمه ده شايف الجدادي رفع مرفع العذاب لحد ما جبناه ده شايف الغزلانه دي ده شايف يا ابني ده انا مجرب يا ريس ليه يوم ويوم منانه وبعدين الحنانه كثيره في وعيني ركز في كل شيء فين على الاحد الصعيد الشيخ عبد الرحيم الكاشف السمهودي يتلو على مسامعنا ويا ليه يا جماعي اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون حق الله المتين دستور الارض والسماء من قال به صدق ومن حكم به عدل